قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية. كل سنة وانتم طيبين. بتحاول تخلصوا ولا لسه؟ بتحاول تخلصوا ولا ايه؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا شايف حاجة جميلة قوي والله. وجهد كبير قوي اللي انتوا عاملينه. عشان ده حلو. متشكرين وكل سنة وانتم طيبين. كما تفقد سيادته منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي. سيادتك مشرفنا في الاستاد الرياضي، المنطقة فندم على مسطح 115 فدان بإجمالي 15 منشأ، إجمالي نسبة تنفيذ المنشآت فندم بلغت 91%. تاريخ النهو والمخطط إن شاء الله فندم 30/6. طيب هو دي المنشآت اللي أنت بتقولها. تمام فندم. دي كده. تمام. أنا شوف، هو التحدي بتاعنا ان احنا نخرج من هنا تماما على شهر 7/8 باذن الله يا فندم، قبل العيد ان شاء الله الكبير يا فندم كل منشاتنا ان شاء الله تكون نهوها 100% يا فندم مجهزه للتشغيل ان شاء الله. عفوا. شكرين. اي عمر فندم. وشملت جوله السيد الرئيس كذلك المبنى التعليمي لكليه الدفاع الجوي وكذا المستشفى. سيادتك بتشرفنا في القطاع الثالث اللي بيشمل كليات الدفاع الجوي. سيادتك موجود في النقطة أمام قبة التنشين، نسبة تنفيذ 85%، جاري أعمال رفع كفاءة التشطيبات الخارجية واستكمال أعمال نهو التشطيبات الداخلية. لا قول لي توقيت النهاية يا محمد بطل. 20/6 بإذن الله يا فندم هنكون خلاص. كله. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم. كده؟ إن شاء الله يا فندم. كده. شكرين. مستشفى فندم ساعات 120 سرير، تكون من 3 ادوار، دور ارضي ودور اول ودور تاني. مستشفى فندم ساعات 120 سرير، مخطط نهوه فندم ان شاء الله 15/7/2023. 15/7/2023 قبل كده ان شاء الله فندم، احنا تخطيطنا تخلص قبل كده. شكرين. ايضا تضمنت جوله السيد الرئيس نادي الفروسيه التابع للقوات المسلحه الى جانب الحديقه المركزيه بالعاصمه الاداريه. وفي نهاية الجولة شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، كما اطمأن السيد الرئيس على العاملين في المشروع. حمادة سبديد من سوهاج من مركز البليين. لا أحسن من السعيد. أنت الأحسن يا رئيس. لا والله سعيد. الله يكرمك. يا عايز يا حمادة. قول. كيف؟ هتكلم بيني وبينك. يا ولا بتكلم في. يعني في حياتنا كسانة كتير يا رئيس، ف عينينا الاثنين ربنا يبارك فيك، فنفسي اقعد معاك. انا اللي انت عايزه نعمله. نفسي اقعد معاك يا ولا حمام. انا بحبك والله، انا اديتك في الانتخابات الاولى والانتخابات الثانيه. ده ملوش علاقه باللي انا اعمل لك اللي انت عايزه يا حمام. ربنا يبارك فيك. يعني انك تنتخب ولا ما تنتخبش، اسمع بس، انك تنتخب ولا ما تنتخبش مش دي قضيه، القضيه انك انت انسان ومصري، ولو في حاجه اقدر اعملها لك هعملها لك. بس ده اخويا محمد. اهلا وسهلا. زيك؟ كل سنه وانت طيب. ما تقلقش ولا حاجه، هتشوف دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ريس. شاكرين.